أنا أعتقد أن دورهم الأساسي هو تحقيق الاستقرار. أنا آسف يا أستاذ أكرم، إحنا لسه كنا بنتكلم على رضا، وأدي يعني أقل حاجة يقدمها النادي الأهلي إن رئيس مجلس إدارته مهندس محمود طاهر بيذهب له بنفسه عشان ياخد معاه صورة، وده بيبين لك قد إيه عظمة النادي الأهلي وتقدير المسؤولين في النادي الأهلي لكل جماهير النادي الأهلي وكل جماهير المنظومة اللي هم اللاعب رقم واحد في النادي الأهلي يا أستاذ أكرم. تمام. ما هو يعني هي الجماهير دي للأسف محرومة، وكأن يعني في مخطط لحرمان هذه الجماهير من حضور المباريات، وخاصة جماهير الأهلي. يعني مش عارف إزاي حتى الآن الجماهير ما بتحضرش المباريات، مين ورا الأمر ده؟ أنا مش قادر أفهم. محدش يقول لي الدولة في حاجة وفي سر لإبعاد جماهير الأهلي عن الأهلي ومساندته في هذه المرحلة. طب استاذ اكرم، يعني ما المستفاد من ان منظومه ماشيه بشكل كويس، ما شاء الله بتاخد خطوات ثابته سواء في تصدر بطوله دوري سواء في وصول لنهائي بطوله كاس، وايضا انا بمثل مصر على الصعيد الدولي سواء في البطوله العربيه او في البطوله الافريقيه، ولكن بعض الامور اللي فيها ملابسات كتير واحداث كتير ومحدش يعني الناس مش فاهمه ايه القوانين وايه اللوائح وايش معنى دلوقتي؟ اشمعنى دلوقتي؟ يا كابتن محمد، يعني أنا النجاح إن أنا أقهر الظروف الصعبة. البعض تعلل إن الأهلي عانى في